السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النموذج الجديد من النماذج الذكاء الاصطناعي ديب سيك المفروض ان هو منافس لشات جي بي تي. طيب خلينا نبدأ ان احنا نسأله. الميزة ان هو مجاني مش طالب فلوس ولا حاجة. طيب هقول له مثلا خلينا نصبح عليه صباح الخير، هنشوف هيتعامل مع العربي ولا مش هيعرف يتعامل مع العربي. عندي سؤال كده عايز اسأله له بين الخليج والبحر والمحيط. الأول لغويا صباح الخير أفضل بعد الساعة 12 بنقول صباح الخير. دي الساعة دلوقتي اللي مسجل فيها الساعة 3. فنموذج اللغوي تقدر إن أنت تسأله وتقدر إن أنت تستفسر منه، وكويس أهو في العربي. طيب خلينا نشوف بقى الكودر. طيب ممكن تقول له اكتب لي كود لحاجة معينة، ماشي؟ يعني ممكن تقول له اعمل لي كود مثلا بلغة الجافا سكريبت تصميم مواقع وحاجات زي كده. فالموقع واضح ان هو ظريف وفيه API. API لو انت مبرمج تقدر تربط موقعك بالديب سيك. تمام، بيقول لي ادخل على الحساب عشان ايه تعرف تربط. هيديك رقم معين تحطه عندك بحيث ان هو يبقى عارف انت موجود في انهي موقع. فشكله ظريف يعني ديب سيك شكله ظريف. ممكن تكون انت مشترك في حاجات زي جي بي تي وبتاع ويقول لك ليك عدد معين، فبيبقى عندك مواقع تانية احتياطي.